اهلا بكم اصدقائنا واعزائنا. اليوم حلقه خاصه من اوراق مغترب، وهاي الحلقه الخاصه راح تكون مخصصه عن نوع من انواع السيجار. انا سويت اوردر وبديت اشارككم بهذا الاوردر. راح نحكي شويه عن منين سويت الاوردر، شنو الاوردر، شنو نوعيه السيجار، وننطي معلومات عن هذا السيجار اللي انا سويت له اوردر. طبعا ليش بدي احكي عليه؟ لان بالنسبه لي هاي اول مره اني اطلب هذا السيجار، واول مره راح اجرب هذا السيجار. هذا السيجار هو اسمه بوليفار، بس مو بوليفار اللي الكوبي اللي احنا نعرفه، لكن هو بوليفار من هندوراس. للولايات المتحدة عادة يسوون كل البراندات الكوبية، ولأن السيجار الكوبي هو ممنوع بالولايات المتحدة، لكن يسوون لهم براندات مثل ما قلت كوبية بس بدول أخرى، مثل عندنا دومينيكان أو نيكاراغوا، لكن البراندات الكوبية اللي هي الكوهيبا، المونتي كريستو، البانش إلى آخره، هي من براندات كوبية، ومن واحدة منهم هو هذا السيجار بوليفار اللي هو من هندوراس. أنا هسه جاني طرد اليوم وقلت ما في حاجة إلا نسوي الفيديو، خلينا نفتح الطرد ونشوف السيجار. وش نشوف؟ أول شيء طول الطرد 5 أيام لما نوصل من يوم اللي سويت أنا الأوردر إلى اليوم، تقريبا 5 إلى 6 أيام. شوفوا ما شلون يغلفوا بهالطريقة. هاي دائما يحطون بي دعايات او اشياء اذا تريد تسوي اي اوردر اخر او شركات اخرى. طبعا انا سويته من شركة جي ار سيجار اللي هو موقع معروف، يحطوا له هاي حتى لا يتكسر. هذا هو الباكس، هذا الباكس. الباكس بي 25 سيجار، اختاريت النوع القياس الكبير اللي هو 7 إنش في 54. 54 هو الجيج ماله، الجيج مال القطن ماله، رينج جيج. فهنفتحها هسه. طبعا اللي يميز هذا السيجار اللي هو اسمه كوفرديا made in Honduras، مثل ما تشوفون إن 25 سيجار. طبعا هو هاند ميد، قلنا 7 في 54، 7 انج الطول، 54 الجيج ماله او الدايمتر ماله. نوعيته هو مدورو، دائما يكون المدورو هو غامق وسيجار قوي. الرابر ماله اسمه بورد ليف، اللي ايضا يكون من نوع الاوراق الغامقه والمدورو اللي هي تكون قويه وبها فل بودي فل فليفرد. التيست ماله قوي يكون شويه. الفيلر ماله راح يكون من نيكاراغوا وهندوراس. من نقول من نيكاراغوا وهندوراس يعني راح يكون سبايسي، السبايس بي ايضا عالي. التيست بي عالي. شوفوا هيك هو فتح بيقطع الخشب هنا، مثل ما تشوفون هاي الورق ماله. راح اقرب شويه. هذا هو سيجار، حجم كلش حلو، اويلي طبعا. الاروما مالته عاليه جدا، يعني ريحه قويه جدا. احاول اطلع من مثل ما تشوفون اروما عاليه مالته. ريحه طبعا رهيبه جدا. هاخذ واحده منهم نشوفها شوي واتكلم عليها. الحلو البي انه كلش مجنون اويلي. اتوقع راح يكون سبايسي وفول بادي، يعني
أنا وفول بادي هو، فأني راح أحط الباكس مثل ما تشوفون هذا الباكس. طبعاً 25 سيجار made in Honduras، تقريباً نفس اللوجو ماله البراند، هو نفس لوجو إذا تشوفوا إذا قرب عليكم، هو نفس لوجو مال براند مال بوليفار الكوبي. خلينا نحطه بال هيوميدور مالتنا. راح نتكلم شوية عن هاي السيجار. مثل ما قلت هي سيجارة قوية، الرطوبة مالتها جيدة جدا، يعني بعد هالليلة مثل تشوفون الأروما كلش جيدة جدا. حجمها مثل ما تشوفون مثل ما قلنا لكم هذا هو الحجم، مثل ما تشوفون أيضا غامقة هي، شوفوا ملمس يكون أويلي شوية، يعني تحس بيها إنه مرتبة جدا. ويعني أنا راح أجربها بصراحة لأول مرة، وبعد التجربة راح أقول لكم شلون كان، راح أكتب فتشي أيضا شلون كان طعم، شلون كان يعني طعمها قوتها. أنا اللي حكيته كله معتمد على معلومات جبتها من المواقع والحكي عن هاي السيجارة، لكن راح أجربها وقلت لكم أنا مجربها وراح تكون تجربتي إلها أول مرة. قلنا انه جربنا سيجار البوليفار انا وصديقي مهند طبعا يشرب جقاير، مو من ضمن الشله، لكن مرات يجيبه نشرب سيجار سواء هم انه هو يعجبه مرات سيجار. طبعا هاي مثل ما قلنا البوليفار اللي شوفناه في الصندوق ماله، اليوم اول تجربه لها. طبعا سيجار كلش طيب، الفليفر ماله هواية بالبداية، يبدي سبايسي سبايس ام ام بي هواية، كريمي هو مثل ما تشوفون، ما اعرف يعني هو اي قوي فول بادي مثل ما يقولون. وسوي لان نشرب بالجراج، لان ما نقدر نشرب بالبيت، احنا ما نقدر نشرب بالبيت وبرا كلش باردة، فاضطرينا نقعد بالجراج دائما، يعني هذا المكان نشرب بيه سيجار. بصراحه سيجار طيب كلش، هسه بعدنا باول ثلث، واول ثلث هو يعني بيه هوايه فليفرات، يعني شويه دائما طيب. خلينا نشوف، الدروم مالته حلو، الدروم مالته حلو يعني سريع، يعني طعم طيب جدا دا اشوفه اني، يعني يختلف عن باقي السيجارات. يعني تحس كل الاروما، يعني قلت له من البدايه اول ما دخلنا الاروما مال السيجار عبالك تدخل، يعني عبالك مو تستنشق الدخان، عبالك تستنشق الاروما مال السيجار، طعم السيجار، ريحه السيجار. شلون شفته مهند؟ كلش طيبه. سو هسه احنا باول ثلث، بصراحة ما أعرف إذا قدرت، يعني هاي السيجارة أنا استشربتها في يعني مهند مجرب وياي، طبعا مثل ما قلت إنه إحنا ما عندنا كوبي بأمريكا، مهند مجرب وياي روميو جوليت، مجرب وياي سي أي أو البرازيليان، مجرب وياي شو مجرب وياي بعد يا سيجار؟ ما أتذكر فد أربعة ها؟ أربعة خمسة يعني هذولا إيه أتوقع لحد الآن أني همين أكثر وحدة جربتها طيبة هي والبيدرون، البيدرون كلش طيبة همين، يعني بينها وبين البيدرون مدورو همين. وهاي القصة مالتها جديدة، القصة الفيكات إيه لا يعرفوها شباب الفيكات جديدة، يوم قصينا فيكات ما اعرف يجوز صوت القصة، لا القصة ما لها سو اوكي نرجع، يمكن نرجع يمكن ما نرجع حسب، بس يعني اول ثلث طيب هادئ، ما يسوي الافتر تيست مالها من لحد الان حلو، بس الافتر تيست عادة يبين ورا من نكمل السيجار. نشوفكم ونقولكم بعدين من نخلص السيجار شلون كانت.
سو شباب وصلنا لتقريبا بداية الثلث الأخير من السيجار. شفناه إنه مثل ما قلنا إنه هو فول بادي، انطعنا طعم كافي شوية، انطعنا بالبداية سبايس بعدين شوية سويت أكو وطعم كافي. هسه طبعاً بدأ أخير شيء يكون حاد، بالتأكيد كل سيجار بالنهاية يكون حاد، وخصوصاً هذا فول بادي يكون بالأخير حاد كلش، بس طيب يعني مستمتعين بيه وكلش طيب. مو ذيك الحادة يعني. لا لا مو ذيك الحادة، أي مو ذيك الحادة يعني بس طعم إيه. بصراحة اللي بدنا نشربه وياه شربنا قهوة، حتى شربنا قهوة وهذا مي ويا ليمون. هاي دائما أنا أشرب وياه حتى نغير طعم الحليب، ما يبقى تعرفون إذا النيكوتين يتجمع بشكل هواية بي بالحليب ينطي طعم ما طيب، لازم دائما نغسله الحليبنا من إيه غسله. وشوية دارك شوكولات أحب وياه يكون. ها استعملنا أنا يعجبني أشرب دارك كافي اللي هي لا شوغر لا إشي وياها، وهم مو دعاية بس أخذنا من محمد صد هاشم ديربون شباب ميشيغان بأمريكا، أخذنا مجموعة قهوة منها هاي بها كوكونات طعم كوكونات. أنا أحب أستعمل ستاربكس كافي ونحط وياها ملعقة واحدة من الكوكونات ينضف الطعم خرافي للقهوة. أنت أول مرة جربتها شلونها؟ كلش طيبة. شلونها طعم الجوز الهندي؟ يعني حتى أسرع شغل السيارة وروح ديربون. محمصة لبنانية هي. والله طعم السيجار يعني أنصح كل واحد إذا موجود بأمريكا ويمو دعاية أنه هاي بوليفار سيجارة خرافية. إن شاء الله نكون وياكم هي سيجارة أخرى وهم ننقل لكم خبرتنا بيها، وأتمنى يعني استفادت من الأشياء اللي قلناها خلال هاي الجلسة الصغيرة. شكراً لكم وكانكم خالي شباب، والمفروض تجون هنا وعلى القعدة العربية وتجربون هاي السيجارة. قاعدة أمريكية مو عربية. لا عربية. كافي أمريكية. بس كافي أمريكية. أوكي شباب مع السلامة وإحنا تصبحون على خير، وإذا أنتم صباح الخير فصباح الخير. تحياتنا لكم، باي باي.